السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وأموركم إن شاء الله طيب. اللي يعرفني من زمان يعرف بأني أنا الشخص الوحيد اللي شغال على هذه القناة، أنا اللي أبحث وأنا اللي أسرد القصص وأنا اللي أصورها وأمنتجها وأنزلها لهم. ما تعرفون قد إيش التعب اللي أمر أنا فيه من بحث بين الكتب عشان أخذ تفاصيل القصص اللي أنا أسردها لكم، ومن بعدها أكتب القصة كاملة بسردي الخاص وأصورها لكم، من بعدها يبدأ المونتاج اللي ياخذ مني فترة طويلة. لكن والله العلي العظيم اني فرحان في الشيء اللي انا قاعد اسويه، والحمد لله اللي رزقني بمتابعين مثلكم، ويشهد الله سبحانه وتعالى على محبتي لكم. فعادة بعض الاحداث الكبيرة تاخذ مني اكثر من جزء عشان انزلها لكم، ومن هذه الاحداث الكبيرة صلح الحديبية اللي نزلته على جزئين، وطبيعي اني اذا نزلته على جزئين انه ما راح يكون المشاهدات نفس، يا في واحد يزيد يا في واحد ينقص، ففي بعضكم ما يعرف اني نزلت الجزء الثاني لصلح الحديبية. فأنا جمعت لكم كل الأحداث في مقطع واحد، صلح الحديبية كاملة من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلين رجوعهم إلى المدينة، وصلح الحديبية له دخل في غزوة خيبر بشكل كبير. فأنت تابع هذا المقطع كامل، مجرد ما تخلص منه راح تشوف غزوة خيبر نزلت لك بإذن. وعلى فكرة غزوة خيبر تقريبا نص ساعة، يعني قدامكم حتى مقطع طويل جاي، واللي متابعني في السناب يعرف إيش الأحداث اللي حصلت لي وأنا منتج، وين وصلت وكم مدة المقطع كامل ومتى راح ينزل المقطع. خذ لك شيء تاكله ولا تنسى تتابعني على كل السوشيال ميديا خاصة السناب عشان تعرف متى الحلقات تنزل وكم مدتها وإيش اللي قاعد يصير لي في المونتاج نفسه وبعض القصص الجانبية اللي راح تسرد في السناب بإذن الله. من دون ما نطول بسم الله نبدأ. أباك تتخيل معايا إن عندك أعداء نفسهم يعذبونك للموت، نفسهم يقطعونك قطع صغيرة وأنت لا تزال حي من قوة إنهم حاقدين عليك، نفسهم يشوفونك أمامهم ويولعون فيك النار. طبيعي إنك إذا قابلتهم يكون معك نوع من الأسلحة عشان أقل شيء تدافع عن نفسك. تخيل إنك تقابلهم من دون سلاح حتى وتوقف أمامهم وجه لوجه وما معك سلاح أبدا ولا في نيتك حتى إنك تدافع عن نفسك. وهذا اللي صار مع الصحابة في قصتنا اليوم. تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وهو لا يملك سلاح ولا في نيته إنه يقاتل، والمشركين مدججين بالأسلحة. حصلت بعدها أحداث جدا عجيبة توريك فعليا من هو الملك، وتعلمك فعليا بأنه من ينصره الله فلا غالب له. في هذا القصة كمية من المعجزات والأحداث والأحكام اللي ما عمرك حتى أنت سمعت فيها. أكون صادق معك إني أنا شخصيا انصدمت من الأحكام والأحداث اللي حصلت في هذه القصة. بس قبل ما نبدأ هذه القصة راح أقول لكم قصة شخص كان يبغى يهدم الكعبة لها دخل في قصة اليوم. أبرهة الحبشي ملك وعسكري قديم جدا كان يحكم اليمن في ذيك الأيام، كان يغار بشدة من مكة، وكيف أن الحجاج يروحون لمكة لأداء العمرة والحج. وبما أنه ملك متسلط قرر في يوم من الأيام أنه يأخذ فيل وجيش كبير ويروح لمكة هذه اللي الناس يروحون يحجون لها ويواسيها بالأرض. قرر أنه يهدم الكعبة. القرار هذا كان غير صائب تماما، لأنه أول ما قرب من الكعبة برك فيل أبرهة على الأرض ولا تحرك أبدا. كانوا الجيوش يدفونه ويحرقونه بالنار عشان يقوم بس ما تحرك تماما، وكأن هذا الفيل يرى شيء لا يرونه. بس بعد فترة بسيطة إذا بطيور تملي السماء، طيور أشكالها عجيبة جدا. وصفت قريش هذه الطيور بأنها طيور خضراء اللون لها أعناق مثل أعناق الإبل. كانت هذه الطيور معها حجارة من سجيل، رمت الحجارة على هذا الجيش اللي أنهت الجيش كامل، أبادت الجيش تماما. اللي حصل مع الفيل هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. خذ لك شي تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. من دون ما نطول بسم الله نبدأ.
في أواخر شهر شوال من سنة 6 هجري، حلم النبي صلى الله عليه وسلم حلم غريب جدا، حلم بأنه يدخل البيت ويحلق رأسه ويأخذ مفاتيح البيت ويعرف مع المعرفين. حلم غريب جدا، بس عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بأنها عمرة. أما التعريف مع المعرفين فهو وقوفه بعرفة، لأن رؤيا الأنبياء حق وتعبر على ظاهر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الرؤيا هذه للصحابة، فاستبشروا الصحابة وظنوا الصحابة بأن هذا هو فتح مكة، أن الله سبحانه وتعالى سيفتح مكة فعليا من دون أي حرب. المهم أنهم كانوا متيقنين بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح مكة وبيعتمروا، بس ما كانوا يعرفون إيش اللي بيصير معهم بالضبط. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم يستعدون كلهم للعمرة، فاستمعوا الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن آخر عهدهم بقريش كانت حرب، وكان لا يزال حقد قريش ودمهم فاير على قتلى بدر وباقي المعارك، كانوا حاقدين على النبي والصحابة. وشفت إذا الواحد جلس مع نفسه كثير تكبر السالفة في عقله، يجلس مع شياطينه والحقد هذا يزيد، ومسألة أن النبي والصحابة والمسلمين كلهم يروحون يعتمرون من دون أي سلاح كان شيء مرعب جدا، يعني كأنك رايح تقتل نفسك باختصار. وهنا تخوفت بعض قبائل العرب، تخوفوا من الخروج للعمرة وخافوا من بطش أهل مكة، بس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عازمين النية. فقاموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أبو بكر وعلي وعثمان وعمر رضي الله عنهم وباقي الصحابة، كانوا 1400 صحابي، سمعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتجهزوا للعمرة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وكانت 70 من الإبل، وكان بينهم جمل أبو جهل من غزوة بدر، كان ناوي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حتى جمل أبو جهل كهدي معه. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوياء وأثرياء الصحابة، عثمان عبد الرحمن بن عوف وباقي الصحابة الأثرياء، أرسلهم بهذه الإبل لميقات ذي الخليفة، وهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند العمرة وإنها ترسل الهدي إلى الميقات. فعليا ذهبوا أقوياء وأثرياء الصحابة إلى هذا الميقات بإبل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى شهر شوال ودخلوا شهر ذي القعدة، وفي ليلة من الليالي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولبس ثوبين من نسج يمني، نسج صحار واللي هو الإحرام، بس باقي النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم، ما نوانية الإحرام من بيته، بس لبس الإحرام واللي هو أصلا مشروع إلى يومنا هذا إنك تلبس الإحرام في بيته، بس نية الإحرام تكون في الميقات. وهذا اللي حصل، توجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذا الميقات، وهناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الظهر. أول ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر أمر بالإبل حقته، أمر بهم وجههم للقبلة، وسوى شيء عجيب ما عمرك سمعت فيه ولا عمري أنا سمعت فيه، الحقيقة أنا انصدمت، شيء عجيب ما عمرك سمعت فيه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجرحون الإبل بشفرة في صفحة السنام الأيمن ويمسحون الدم بسرعة فتسوي علامة، هذه العلامة عشان يعرف بأنها قربان لله. وتدرون إيش يسمى هذا في الفقه؟ يسمى الإشعار، إشعار الهدي، يجرحون الهدي في السنام ويمسحونه فتسوي زي العلامة يعرفون بأنها قربان لله. ومو بس كذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يلبسون الهدي بلبس وهي لا تزال موجهة للقبلة. متخيل إن هذا كله في الفقه وما تدري عنها أنت؟ أنا أول مرة الحقيقة أسمع فيه، وطلعت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، سنة مشروعة. طبعا هذا يسمى في الفقه بالتجليل، تجليل الهدي. وأعجب شيء خلاني الحقيقة أنصدم صدمة قوية إلى درجة أن هذا الشيء هو اللي خلاني أتوجه إلى الفقه، خلاني أتوجه إلى الفقهاء عشان أتأكد من هذه المعلومة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقلد بالنعال، يأخذون نسيج من صوف ويعلقون النعال فيها ويعلقون النسيج هذا على رقبة الإبل. والشيء الصادم أن هذا كله كانوا يسوونه العرب قديما، من زمان يسوون هذا الشيء في الهدي. وتدري ليش كانوا يسوون العرب هذا الشيء قديما؟ عشان إذا سافروا بالقربان هذه، سافروا بها إلى مكة، قطاع الطرق والسراقين اللي في الطريق يعرفون بأنها قربان لله سبحانه وتعالى فلا يقربونها، حتى لو هذه الناقة تمشي لحالها، لو مشت لحالها ما حد يلمسها أبدا، لأنهم يعرفون بأنها قربان لله سبحانه وتعالى. متخيلين؟ يعني تخيل سارق يخاف الله، كانوا السارقين زمان وقطاع الطرق يخشون الله سبحانه وتعالى
مع أنه سارق. فأجمع العلماء على أن مشركين زمان كانوا يخافون الله أكثر من مشركين هذا الزمان. حتى السارق زمان كان يخاف من الله سبحانه وتعالى، يخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقرب هذا القربان تماما. الله المستعان، إيش حالنا في هذا الزمان؟ هذه الأشياء يوم سواها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت سنة لنا، أصبحت سنة في الهدي، أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وما نفاه. المهم إن بعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أرسل صحابي من الصحابة عشان يشوف إيش سوى قريش بعد ما وصل لهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم للعمرة. كان اسم هذا الصحابي بسر. فانطلق بسر هذا لمكة، هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الميقات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الميقات ونوى بالإحرام، ونوى الصحابة كلهم أنهم يحرمون للعمرة، بس مو كل الصحابة أحرموا. فكان فيه عسكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نووا بالعمرة ولا أحرموا، وكان من هذول العسكر أبو قتادة، كان وحش من وحوش الإسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقدم 20 من فرسان الصحابة أمامه، وكانوا كلهم رجال إلا 4 من النساء، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أم سلمة، وأم عمارة رضي الله عنها اللي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ذكرناها قبل كده، أم عمارة رضي الله عنها، وأم منيع رضي الله عنها، وأم عامر رضي الله عنهم أجمعين. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الميقات متجه إلى مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يستنفر الأعراب اللي في الطريق للعمرة، يأمرهم بأنهم يخرجون للعمرة معه، فكانوا ينصدمون من موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ترى يا رسول الله أنت رايح لقريش، تروح عند قريش وأنت قتلت منهم 70 وأسرت 70 في غزوة بدر من غير باقي الغزوات، وتروح لهم بدون سلاح؟ كانوا يقولون بينهم لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبدا، ما حد بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف. انتهى، أصبح النبي والصحابة من الماضي. فكانوا يتعذرون بأشغالهم وأموالهم، وعندي ولدي مريض وعندي تجارة الفلانية، يتعذرون. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يخشون في الله لومة لائم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على بعض البدو وهم في الطريق، وكانوا هذول البدو مشركين، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليهم فرفض، فاشترى منهم النبي صلى الله عليه وسلم لبن، فطمعوا هذول البدوان بالفلوس اللي جت، فقاموا يعرضون ضبان، والضبان صيد. انطلقوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فكل صيد لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم. فأكلوا الصحابة رضي الله عنهم المحرمين وغير المحرمين من هذه الضبان ومشوا حركوا. طبعا هذا حكم نزل، يقول أبو قتادة كنت من اللي ما أحرم، وحنا نمشي انقطعت جزمتي وانتم بكرامة، فاسترحت وكان معي أصحابي وكانوا كلهم محرمين. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحنا جلسنا استرحنا، وفي نفس الوقت كنت أخصف نعالي أربطها. طبعا كنت مدنق وكنت أعدل في نعالي، وأنا أعدل في نعالي شافوا أصحابي المحرمين حمار وحشي، وهم شايفين الحمار الوحشي هذولا أنا منزل راسي وجالس أخصف، ما شفت الحمار الوحشي، وهم محرمين ما يمديهم يدقوني يقولوا لي ترى في حمار وحشي روح صيده لنا، لأن الصيد إذا صار لهم هذا الصيد يصير حرام، يصير حرام عليهم هذا الصيد ولا يستطيعون الأكل منه. كان في خاطرهم يقولوا لي بس ما هم قادرين، يعني كانوا يتمنون أني أشوفه من دون ما يقولوا لي. عيونهم تناظر في أبو قتادة، يا أبو قتادة شوف الحمار الوحشي رحم والديه، بس أبو قتادة رضي الله عنه جالس يصلح جزمته وانتو بكرام. تكفى يا أبو قتادة شوفه. بس في الأخير التفت أبو قتادة فشاف الحمار، يقول فأقوم بأسرع سرعتي وأركب الخيل، فمن سرعتي نسيت حتى سلاحي اللي أصيد فيه، يقول فناديت على أصحابي أنكم ألقفوني السلاح، بس كلهم قالوا لا والله ما نعطيك شيء، والله لا نعينك عليه بشيء، حنا محرمين ولا نبغى الصيد ذا، بس في نفسهم يبغونه يعني، بس يبغون تكون نيتهم طاحنة، وهو نيته برضو أنه ما يصيد لهم. يقول فأنزل بسرعة وأخذ رمحي وأنطلق، ما هي إلا شويتين إلا أبو قتادة راجع وهو معه الحمار. ما أمدى أبو قتادة يحط الحمار لو نزلوا فيها أكل، جلسوا يأكلون في هذا الحمار، بس وهم يأكلون قال واحد منهم متأكدين أن لحمه حلال، متأكدين أن وضعنا حلال كدا،
كذا؟ احنا محرمين وجالسين ناكل لحم، وش الوضع يعني؟ ناظروا البقية في بعضهم ووقفوا عن الأكل وتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو قتادة: أطالع في ذا الحمار ولا ودي أني أترك شيء منه؟ فأخذت لي عضد. وصلنا عند النبي وسألناه عن حالنا وعننا، هل هذا اللحم حلال ولا حرام وإيش السالفة كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: محكم منه شيء؟ يقول أبو قتادة: فقلت نعم يا رسول الله، أنا عندي العضد. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها كاملة حتى تعرقها تعرق، وهو محرم. وهذا يدل على أن لحم الحمار الوحشي حلال، أما الحمار الأهلي فحرام. هذه الأحداث كلها حصلت وهم ماشيين متجهين لمكة. المهم أن في رحلتهم هذه نزلت أحكام كثير، حكم حلاقة الرأس وهو محرم، وغيرها من الآيات والأحكام اللي نزلت وهم ماشيين في الطريق. المهم أن نرجع للأكشن، وإيش اللي حصل بالضبط؟ تذكرون الصحابي اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجيب أخبار أهل مكة؟ إيه نعم، اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات، وهم في الطريق إلا بسر اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف أحوال قريش. جاي بسر وفي وجهه الخوف، وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، قريش خرجت والله لا يريدون إلا الموت، واقفين على مكة، ما انت داخل مكة إلا بعد الدماء. جهزوا جيوش ما بعدها واستعانوا ببعض قبائل العرب، ومو بس كده يا رسول الله، فخرجوا ومعهم العود والمطافيل، يعني أولادهم ونساؤهم خرجوهم معهم، يا يرجعون منتصرين يا يروحون كلهم هم وأولادهم ونساؤهم. قد لبسوا يا رسول الله جلود النمور وما بيرجعون أبدا إلا بعد دماء، يعاهدون الله لا تدخل مكة أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، يقصد بها رقبته صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة، وكان يكثر المشاورة للصحابة لدرجة قوية جدا، كان يشاور بكثرة للصحابة. فقام المقداد رضي الله عنه، وحش من وحوش الإسلام، قال: يا رسول الله، والله لو تسير بنا ورا مكة، مو بس مكة، تسير بنا ورا مكة يا رسول الله، حن معك، رقابنا أمامك يا رسول الله، امش ولا عليك فيهم يا رسول الله، لو يبغون السيوف أشهرناها. فقام أسيد بن الحضير رضي الله عنه وقال: نرى أن نصمد لما خرجنا له. بس النبي ما كان يبغى قتال أبدا، كان فقط يبغى يروح يعتمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره انه يحمل السلاح وهو معتمر رايح بيت الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نخرج لقتال أحد، إنما خرجنا عمارة. جلس النبي يشاورهم ويكثر المشاورة لهم، وجلسوا على حالهم هذا يتشاورون، هذا يقول كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة، إلين أخذهم الوقت إلا بجيوش قريش مقبلة من بعيد. جاية جيوش قريش على المحرمين من المسلمين، كانوا 200 فارس من فرسان قريش من المشركين، كانوا جايين على النبي صلى الله عليه وسلم والمحرمين من الصحابة. ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الفرسان إلا قليل، كانوا غير محرمين. ناظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا ب200 فارس من فرسان قريش من أقوياءهم. في ذيك اللحظة ما كان في أي خيار لا للنبي ولا للصحابة إلا أنهم يقفون صف واحد، يظهرون لهم بأنهم أقوياء وجاهزين للقتال، وهذا اللي حصل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ولا تحرك، وفعليا قدمت الجيوش هذه وشافت النبي ووقفت مستعدين للقتال، كانوا ناويينها دماء. بس جلس النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة إلين جاء وقت الصلاة وصلوا صلاة الخوف، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاور الصحابة إلين الليل. كان فيه طريق سري ما حد يعرف فيه، كان اسم الطريق هذا ذات الحنظل، طريق وعرة جدا وما حد يروح لها، وكانت قريبة من المكان اللي كانوا فيه المسلمين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال: من رجل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟ كانت هذه الطريق تؤدي إلى الحديبية. قام واحد من الصحابة وقال: أنا يا رسول الله،
أعرف الطريق. فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا وراه. مشى وراه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا 1400 صحابي معهم الإبل والخيول. فطبيعي لو مشوا الغبار يظهر. ارتفع الغبار في السماء فشافوه جيوش المشركين، جيوش قريش شافت هذا الغبار المرتفع. بس مشوا المسلمين ولا هم، مشوا وراء هذا الصحابي اللي يعرف هذا الطريق. مشابهم إلين وصل مرتفع يسمى بثنيات الحمض. وأول ما حطت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثنية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر الله له. هذه بشارة. فانطلقوا المسلمين كلهم يتسابقون عشان يتعدون هذه الثنية عشان الله سبحانه وتعالى يغفر له. فغفر الله لمن تجاوز هذه الثنية كلهم ما عدا واحد. ضاعت عليه ناقته وجلس يلحقها وقال: إني ألقى ناقتي خيرا لي من أن يغفر لي، أبا بس ألحق ناقتي. لحقها إلين مات ورا ناقته. طبعا جيوش المشركين عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق مختصر، وبما أنهم ما يعرفون وين هذا الطريق يؤدي جلسوا يدورون للمسلمين في كل مكان. كانوا يبغون يشوفون أي علامة تدل على أن المسلمين في هذا المكان فقط، فكانوا يبحثون في كل مكان. المهم أن النبي والصحابة وصلوا لهذا المكان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشعلون النار ويسوون الأكل. كانوا جوعانين كلهم، فأمرهم النبي أنهم يشعلون النار. فقالوا: يا رسول الله، إننا نخاف من قريش أن ترانا، لو أشعلنا النار بيشوفونا، المكان قريب من مكة وبيشوفونا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم لن يروكم. الله أكبر. إن الله سيعينكم عليه. فيقولون الصحابة: أشعلنا أكثر من 500 نار وما رأونا قريش أبدا، مع إنهم كانوا يطوفون حول ذاك المكان وكانت الدنيا ظلام. كانوا في بداية الشهر، يعني القمر كان هلال، في الظلام كان شديد جدا، في أي نار راح تشعل سهل المشركين يرونها، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى أنظارهم عن ذاك المكان فما رأوهم قريش أبدا. جلسوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذاك المكان إلين جاء وقت الرحيل. فمشى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته القصوى، مشابه النبي صلى الله عليه وسلم، إلين وصلوا مرتفع من المرتفعات في هذيك المنطقة. وقفت القصوى وربضت، فجأة ربضت ما تحركت أبدا. فقاموا الصحابة ينترونها يقومونها، ما قامت أبدا وكأنها تشوف شيء البقية ما يشوفون. حاولوا لكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل. ظنوا الصحابة إنها حزنت وتضايقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خلأت، يعني حزنت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف سبب وقوفها وليش هي وقفت في هذا المكان وما تحركت أبدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها ما خلأت، يعني ما حزنت، ولا هو لها بعادة، يعني ما كانت تحزن. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم سلوكها، هذا مو بسلوكها، ولكن حبسها حابس الفيل. يقصد بالفيل اللي هو فيل أبرهة، يوم وقف الفيل وربض تمام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها: أما والله لا يسألون لليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذيك المنطقة اللي ما كان فيها ماء تماما. كان هذيك المنطقة ما فيها ماء أبدا، ما فيها إلا أبيار جافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ننزل في هذا المكان. فقالوا الصحابة: يا رسول الله، المكان ما فيه ماء. بس النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كنانته سهم فأعطى هذا السهم واحد من الصحابة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر حصلت بعده معجزة عجيبة جدا، واللي راح نذكرها بإذن الله في المقطع الجاي. بعد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنطقة اللي اسمها الحديبية، وقفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أي سابق انذار. وقفت فجأة وكأنها ترى شيء أمامها. حاولوا فيها الصحابة أنهم يحركونها بس ما تحركت تماما. كانوا يظنون الصحابة بأن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم خلأت وحزنت ولا أنها بدت تعاند، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف إيش اللي جالسة تشوف. كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ترى نفس الشيء اللي شافه فيل أبرهة الحبشي، كانت ترى شيء عجيب لا يراه أحد إلا هي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ما خلأت ولا هو لها بعادة، ولكن حبسها حابس الفيل واللي هو نفس الشيء اللي شافه فيل أبرهة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وقفت ناقته بأنهم ينزلون في نفس هذاك المكان. كانت الحديبية ما فيها ماء، كل أبارها جافة وفيها القليل من الماء، لكن ما يكفي 1400 رجل، يعني يكفي من 30 إلى 40 رجل، لكن 1400
400 رجل. فقالوا المنافقين أن محمد راح يقتلنا بحركاته هذه وينزلنا في مكان ما فيه ماء، بس صدمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كنانته سهم وأمر بدلو، وأعطى السهم والدلو هذا لصحابي اسمه ناجية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ناجية بأنه يجيب ماء قليل من واحدة من الأبيار هذه، كان فيها ماء قليل لكن ما يكفي 1400 رجل. وفعليا راح ناجية وجاب ماء قليل في هذا الدلو، جابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدلو وتمضمض وبسق فيه، بسق في هذا الدلو، وأمر ناجية بأنه يكب ماء هذا الدلو في أحد هذه الأبيار ويحرك الماء البير بهذا السهم، يعني يخلط هذا البير بسهم النبي صلى الله عليه وسلم، يمزج الماء اللي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماء هذا البئر، وحصل اللي ما توقعه المنافقين تمام. خرج ناجية بسرعة من هذا البير وماء البير جالس يتزايد بشكل ملاحظ، بدأ البير يتكاثر أمام عيون الجميع إلى درجة أن هذا البير بدأ يفيض بالماء، يخرج الماء من هذا البير بشكل جدا عجيب، وبدأوا الصحابة يكبرون ويهللون ويسبحون الله سبحانه وتعالى، وفي الجهة المقابلة المنافقين منصدمين من المنظر اللي شافوه. فبدأوا المنافقين يتكلمون مع بعضهم، بدأوا يقولون إيش اللي قاعد يصير، أما آن لنا أن نؤمن، هذه معجزة أمام عيوننا. لكن كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول قال يا حبيبي هذه عين انفجرت داخل البير، لكن أنتم مجانين تحبون تهولون الأمور وتجعلون من كل شيء معجزة، قد رأينا مثل هذا قبل. بس بعد ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيبهم لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية في هذه المنطقة، جالسين يشربون في هذه الماء ويفكرون في إيش الخطة الجاية وإيش اللي بيسوونها بالضبط، يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعد فترة بسيطة نزلت أمطار عليهم رحمة من الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى يبشرهم بأن الله معهم، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم بهذه الأمطار، وعلموا بأن اللي جالس يصير لهم رحمة من الله. كانت الأمطار غزيرة جدا إلى درجة أن أرجلهم غاصت في الماء. طبعا الصحابة استبشروا، لكن المنافقين كعادتهم لازم يقللون من كل شيء، وقالوا هذه مي رحمة من الله ولا شيء، هذا فصل الخريف يا جماعة الخير وهذه أمطار الخريف. بس في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ رد الصحابة الله ورسوله أعلم. فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرت بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وركز معايا يلي يؤمنون بالأبراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال مطرت بفضل الله فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني اللي قال أن هذه أمطار الخريف، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. أعتقد أن هذا الحديث يقطع الشك باليقين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خيموا في الحديبية وجلسوا فيها ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى وينتظرون فرج رب العالمين، ولا زالوا صاملين على أنهم يعتمرون، وأي واحد يوقف في طريقهم راح يقاتلون. كان هذا رأي هم وهذا اللي ماشيين عليه كله. كان في شجرة موجودة في الحديبية، شجرة كبيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكنسون اللي تحتها ويرتبون اللي تحتها، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تحت هذه الشجرة وخطب فيهم وقال فيهم الحديث المشهور تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. كان هذا الحديث المشهور تحت شجرة الحديبية. كان في حارس للنبي صلى الله عليه وسلم غامض ومدجج بالأسلحة، كان لابس الحديد من رأسه إلى رجوله حتى إن وجهه كان مغطى بالحديد. كان هذا الشخص اسمه المغيرة بن شعبة، اللي يشوفه ما يعرفه، كان عظيم الجسد ضخم البنية، يحرس النبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا يقدر يدافع عن نفسه، فكان المغيرة بن شعبة غير محرم في ذاك الوقت وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الخطبة جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون أمر الله وفرجه، إلا بشخص يمر عليه رجل من خزاعة مسافر، كان جاي من تهامة، قد مر هذا الشخص بقريش وشاف جيوش قريش وكيف إنهم مدججين بالأسلحة
الأسلحة واقفين أمام مكة. كان هذا الشخص اسمه بديل. كان بديل هذا مستغرب من أمر قريش، إيش فيهم خارجين وشادينها زي كذا، إيش فيهم خارجين بالأسلحة؟ بس لقي جواب لسؤاله بعد ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وشافهم محرمين كله وقريش مدججة بالأسلحة، فعرف أن بينهم أمر، فوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم يحذره عن أمر قريش، وكان لسانه وقع شوي. قال: يا محمد، لقد اغتررت بقتال قومك، والله ما أرى معك أحد له وجه، وجيهكم مي وجيه قتال، مع أني أراكم قوما لا سلاح معكم. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال كلمة الحقيقة ما بقدر أقول لكم إياها، لكن راح أقرب لكم المعنى، بمعنى كل تراب لا تفقد راسك وتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يا وقح. قال بديل: من هذا؟ من أنت عشان تتكلم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبو بكر رضي الله عنه. قال بديل: أما والله لولا حق لك عندي لا أجبتك. يا جماعة الخير، أنا ماني بضدكم، لا أنا ولا قومي، وإن عندي محمد أحب إلي من قريش، والله العظيم إني مريت على قريش وشفتهم مدججين بالأسلحة، وإني جاي لكم ناصح، والله ما رأيت في قريش وفي عيونهم إلا الموت، ولكن إذا تبغون رأيي أنا راح الحين أرجع لقريش أشوف إيش اللي معه. وفعليا رجع بديل لقريش يبغى يكلمهم ويشوف إيش اللي معه. ووصل بديل هذا إلى قريش وقال: إيش معكم على معه؟ وش فيكم مدججين بالأسلحة؟ الرجال معتمر جاي يعظم البيت. قالوا: قريش مالك دخل أنت، وخليك في دهاب، مال أمك دخل، لا تدخل في أمور مالك فيها. فقام واحد من قريش قال: يا جماعة الخير، خلونا نسمع الرجال، دوبا كان عند محمد، خلونا نسمع الرجال، دامه راجع من محمد ممكن جايبنا خبر أو شيء. فقال بديل: الرجال مو جاي لقتال، هو جاي يعتمر، وانتم شادينها عليه، خلوا الرجال يعتمر، انا رأيت الهدي بعيوني، والله مو جاي قاتلكم. فقالوا قريش: حتى لو جاي للعمرة فقط، مو داخل البيت يعني مو داخل البيت زي ما قلنا لك، وانت يا بديل خلك في تهامة، يرحم لي والدي والدي، لا تتدخل في امور مالك فيها. قال بديل: والله ما رأيت اشد من روسكم، في روسكم حب ما انطح، انتم تعاملون بيت الله كأن بيتكم، هذا بيت الله، خلوا الرجال يعتمر. زاد كبر قريش وقالت له: انقلع يا بديل ومالك في السالفة. فراح بديل وسحب على السالفة كاملة وخرج منها. زاد كبر قريش فراحت إلى قبيلة اسمها الأحابيش، وكانت هذه القبيلة يعظمون بيت الله، وقالوا لهم إن محمد يغزونا في بيت الله يا الأحابيش، فزعتكم يعني، شوف الكذب كيف وصل فيهم. فقامت الأحابيش اللي يعظمون بيت الله وقالوا: لا، حنا معكم، هذا بيت الله. وتحالفت الأحابيش مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. زاد خبث قريش وعنادهم، وقاموا يرسلون 40 فارس من فرسانهم يطوفون على معسكر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأذية كيف وصلت فيهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مو جاي للقتال، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذول 40 فارس من فرسان قريش، توجهوا لمعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. طبعا كانوا يطوفون على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ولا يحس بوجوده، وكانت عيون قريش ممتدة من الحديبية إلى مكة، يتناقلون الخبر من شخص لشخص زي السلسلة إلين توصل لقريش. لو قام محمد صلى الله عليه وسلم من مكانه، وصل خبر قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش عبر هذه العيون. ومو بس كذا، قريش اتخذت خطوة ثانية وبدت ترسل رجال من قومها يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون للنبي إنك تراجع أحسن، يخوفونه بقريش وبأنهم تحالفوا مع قبائل العرب. وكان من اللي أرسلتهم قريش رجل اسمه مكرز بن حفص. توجه هذا الرجل إلى الحديبية، فأول من وصل خبر مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: هذا رجل غدار. وصل هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع النبي، وحاول يخوف النبي صلى الله عليه وسلم بقريش وإنهم خرجوا للموت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مو خارجين للقتال أبدا، إنما خرجنا معظمين لبيت الله سبحانه وتعالى، واللي بيوقف في طريقنا راح نقاتله. فرجع هذا الرجل إلى قريش وأخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأحابيش هنا بدوا يشكون في تصرفات قريش، شكوا في تصرفاتهم وكأنهم مخبين شيء، حسوا الأحابيش أن في عيون قريش شيء من الكذب. العرب زمان كانوا فطينين، فحسوا الكذب في قريش ورأوا في عيونهم الكذب والغدر. وزي ما قلنا إن الأحابيش كانوا يعظمون بيت الله ويعظمون زوار بيت الله، فقامت الأحابيش وأرسلوا سيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتأكدون بنفسهم، يبغون يتأكدون من محمد بنفسهم
ويكلمونه ويشوفون هل قريش فعليا صادقة ولا هم جالسين يكذبون. كان اسم سيدهم الحليس ابن علقمة. طبعا قريش ما كانوا يعرفون، يعني أرسلوا سيدهم بالدس. فانطلق سيد الأحابيش إلى الحديبية. أول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي جايهم من الأحابيش، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم يعظمون بيت الله ويعظمون زواره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كان مليء بالحكمة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وخلاه على أطراف الحديبية، عشان أول شيء يشوفه هذا الرجل اللي جاي من الأحابيش اللي هو سيد الأحابيش يشوف الهدي. فيعرف سيد الأحابيش بأن النبي صلى الله عليه وسلم مو جاي للقتال، جاي تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى. فخلى الهدي فعليا أمام عينه. فأول ما شاف سيد الأحابيش الهدي انصدم، وعرف بأن فعليا محمد جاي يزور بيت الله، وإن قريش كذبت وغدرت، وإن مو هذا الشيء اللي قالوا لهم قريش. قالوا لهم بأن النبي جاي يغزوهم في الحرب. فسيد الأحابيش ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما شاف الهدي عرف بأن قريش هي اللي كذبت مو محمد. قف على طول ورجع لقريش، رجع لقريش وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقتناكم. أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس حليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالت قريش: مه يا حليس، كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به، لا تدوشنا يا حليس. فقام حليس قال: هذا آخر ما بيني وبينكم، ما على هذا حلفناكم بكيفكم، سووا ما بدا لكم، ما نفعل لبيت الله ما فعلتم. بيت الله هو بيت الله، لا تملكونه ولا تمنعون أحد من زيارة بيت الله. فرفضوا محالفتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انكسرت شوكة قريش شويتين بعد انفصال الأحابيش عنه. فقاموا يتناقشون مع بعضهم، قالوا: لازم ندفع محمد، من هو رجل كبير فينا، نبغى نرسل رجل كبير فينا إلى محمد يخوفه فعليا ويصده عنا. من هو؟ عروة ابن مسعود عم المغيرة اللي أسلم، مغيرة ابن شعبة. خلونا نرسله عسى يدفع محمد عنه، أو ننال به من محمد شيء. ففعليا أرسلوا عروة ابن مسعود اللي هو عم المغيرة ابن شعبة، اللي هو واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مدجج بالأسلحة، اللي مقنع بالحديد. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه، فدخل عروة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو داخل على النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كيف الصحابة يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم، يعاملونه معاملة غريبة. عروة ابن مسعود قد دخل على ملوك كثير، بس تعجب من اللي شافه من الصحابة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعجب، رأى هذا الشخص اللي مدجج بالحديد جنب النبي صلى الله عليه وسلم. حاول يخوف النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش مستعدة للقتال، لبست جلود النمور، خرجت بأولادها ونسائها، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بشور. قال له: يا محمد، لا يصبح الصباح إلا وأنت راجع للمدينة، نصيحة لك، تراجعوا أحسن لك، والله ما أنا لكم إلا بناصح. فقام أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طبعا قال كلام ما أقدر أقوله لكم لكن راح أترجم. قال له: شورك هذا تعرف وين توديه، ما احنا راجعين، حنا بنزور البيت، يعني بنزور البيت، واللي بيوقف في طريقنا راح نقتله. فسكت عروة، ما قدر يرد على أبو بكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واقف وساكت، وأبو بكر هو اللي جالس يتكلم. شوف الصحابة كيف يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. سكت عروة وأخذها الخوف، ما قدر يرد ولا قدر يتكلم. وهنا بدأ يخاف وبدأ يتوسل للنبي، بدأ يطلب النبي ويلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مغيرة يضرب يده، مغيرة بن شعبة اللي واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما مد يده عروة بن مسعود يضرب يده. فيقوم يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، يلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، والمغيرة يضرب يده. طبعا المغيرة يعرف ان هذا عروة عمه، هذا عمي، جلس يضرب يده. فقام يلمس مرة ثانية لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده المغيرة وقال: اكفف يدك عن رسول الله قبل ألا ترجع لك، وقف عن لمسها قبل ما ترجع لك مرة ثانية. ناظر المغيرة قال: من هو ذا، ذبحني ذا كل مرة يضرب يدي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ولد أخوك؟ هذا ولد أخوي؟ تقصد المغيرة الغدار؟ قد ذبح منه مدري كم،
آخ يا هذا البزر، آخ يا صغارنا والله العظيم، وحنا شيبان يضربون يدينا بهذه الطريقة. آه بس يا شق بطني. فقفى عروة بن مسعود وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملاحظ كيف أن الصحابة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل عند قريش وقال لهم: إني والله قد جئت كسرى في ملكي وقيصر في ملكي والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، يضعون رقابهم دونه، والله لا يتوضأ محمد إلا وأصحابه يأخذون من وضوئه، ولا تطيح منه شعرة إلا ويتضاربون عليها من يأخذ الشعر، ولا بسق إلا تسابقوا من تقع عليه. أما أنتم يا قريش فروا رأيكم، أنا مالي دخل في السالفة. بعد ما توتر الأمر وصار الأمر غامض، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية لقريش. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه جمل من جماله، جمل كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وتوجه خراش لقريش، بس أول ما شافت قريش جمل محمد صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد قالوا: هذا محمد. إيه نعم، هذا محمد يبغي يجي قاتلنا، هذا هو جمل محمد. أخرجوا قريش سيوفه وهجموا على خراش، فقتلوا جمل النبي صلى الله عليه وسلم وسقط خراش على الأرض. قام خراش يبغى يهرب، كان يبغى ينجو بحياته. فانطلقوا قريش ورا خراش، فشافت الأحابيش اللي سوته قريش وهم يعرفون أنهم محرمين، فقامت الأحابيش تدافع عن زوار بيت الله، وزاد غضبهم على قريش، وقفوا أمام قريش تمنعهم من قتل خراش، وقالوا: والله لو ما تكفون لا تصير حرب بيننا وبينكم، هذولا محرمين ما يقدرون يقاتلونك. فهرب خراش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون خراش، ينتظرون الأخبار تجيهم. بس وهم على هذا الحال إلا بالسهام تمطر عليهم، السهام والحجارة من فوق الجبال تمطر عليهم. الأربعين فارس اللي أرسلتهم قريش اللي كانوا يطوفون على المعسكر تجرأوا وبدوا يرمون السهام والحجارة، كانوا يخططون على إنهم يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا 40 رجل، وكانوا من الصحابة 20 فارس فقط غير محرم أو أكثر بشكل، فكانوا تقريبا 20 فارس من الصحابة ضد 40 من مشركين قريش. فانطلقوا عليهم الصحابة يمنعونهم ويقاتلونهم، فقاتلوهم إلين أسروهم كلهم، طبعا ما قاتلوا أحد منهم، أسروهم كلهم وجابوهم يسوقونهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبغى قتال، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ورجعهم لقريش، قال: ارجعوا. عفى عنهم، شوف حلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فرجعوا وهم أذلة، رجعوا إلى قريش. وصل خراش للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلاقط أنفاسه والخوف في وجهه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قتلوا جمله وأنهم كادوا يقتلونه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشان يرسله لمكة عشان يحل المسألة هذه. بس كان عمر يكره قريش كره عظيم جدا، كان بين عمر رضي الله عنه وقريش عداوة قاسية وشديدة جدا. حتى أول ما أسلم عمر كان يطلع لقريش يقول: اجلدوني، اضربوا، أبا أحد يضربني، أبا أحد يقتلني. لهالدرجة عمر بن الخطاب كانت العداوة بينه وبين قريش. قال: يا رسول الله، إني أخاف أقاتل قريش، أخاف إني أتهور وأسأل وأقاتلهم، وقد عرفت قريش عدواني إياها وغلظتي عليها، ولكني يا رسول الله أدلك على رجل أعز بها من عثمان بن عفان. وكان عثمان بن عفان من تجار الصحابة وكان له منزلة في قريش. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأرسله إلى قريش يخبرهم بأنه لم يأتي إلى الحرب وإنما جاء زائر لبيت الله سبحانه وتعالى معظما له. وعثمان بن عفان في الطريق قابله رجل من قريش، أول ما شافه أجاره، عرف بأنه عثمان، وكان عثمان له قيمة ومنزلة في قريش. فدخل هذا الرجل إلى قريش وأجاره. فدخل عثمان بن عفان ووصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وقال لهم: أنا عثمان بن عفان والنبي صلى الله عليه وسلم آتي معظما للبيت لا يريد القتال أبدا. قالت قريش: إن شئت يا عثمان أن تطوف في البيت فطوف به، طوف به الحين، خل محمد حنا نتفاهم معه، أما أنت دامك يعني مجار طف بالبيت الحين، ما لك دخل في محمد. فقام عثمان بن عفان وقال: ما كنت لأفعل حتى
حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقطع خبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس وصل خبر بأن عثمان قتل، بأن قريش قتلت عثمان بن عفان. بعد هذا الخبر انصدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على إنهم يبايعونه تحت الشجرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على إنهم يبايعونه على الموت وإنهم لا يفرون أبدا. فبايعوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه في بعض، وكانت هذيك بيعة عثمان بن عفان. فبايعوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى إنهم لا يفرون أبدا. طبعا زي ما قلنا القصة الماضية، كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلهم مقتل عثمان بن عفان، كان الخبر مو اكيد، لكن الخبر جدا فاجئ، وخاصة بان النبي صلى الله عليه وسلم للتو ارسل عثمان بن عفان عشان يقنع عقول قريش، مع ان قريش كانت صاملة في موقفها. فكانت قريش جدا صاملة في موقفها، فخبر مقتل عثمان بن عفان كان جدا مصدق، جدا واقعي. فبعد ما وصل هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على انهم يبايعونه على القتال حتى الموت. كانوا ناويين يقاتلون ولا معهم سلاح كثير، فقط حق الحماية في الطريق، يعني كم درع وكم سيف، يعني حماية فقط من قطاع الطرق، مو لمعركة ضخمة مع قبيلة عريقة زي قريش. والمصيبة ما كانت هي الوحدة، كان معهم حلفاء، يعني استعانوا بقبائل العرب. فقاموا الصحابة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كله، فكانوا الصحابة كلهم يجون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مصافح، يصافحهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد، فكان تعب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بن الخطاب من أوائل اللي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. فبعد ما بايع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، مسك يد الرسول صلى الله عليه وسلم من تحت، مسكها من تحت عشان يتك النبي صلى الله عليه وسلم على يده وما يتعب النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحة 1400 صحابي. فكان عمر بن الخطاب واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم ماسك يده، فبايعوا كلهم ما عاد رجل اندس تحت جمل، متخبي تحت الجمل يرجو بأنهم لا يرون، خايف أحد يعرف مكانه ويجبرونه على البيعة. المهم إنه هو الوحيد اللي ما بايع. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تتذكرون سلمة ابن الأكوع اللي في غزوة الغابة، الصحابي اللي أسرع من الخيل، صحابي سريع جدا، كان جدا سريع، كان هذا الصحابي يسبق الخيل، وكان من أشجع الصحابة ومن أكبرهم، ضخم جدا وجهوري الصوت إذا تكلم. يقول سلمة ابن الأكوع: أنا اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات على الموت. فيحكي سلمة ابن الأكوع موقفه، يقول: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم درع عشان الحرب، وهذه كانت قبل البيعة، ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نبايعه على الموت، فكنت من أوائل اللي بايعه على الموت. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ووقفت متحمس، متحمسين لفتح مكة، كنا مؤمنين بأن راح نفتح مكة بسبب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وثقة بالله سبحانه وتعالى ونصره. يقول: فكنت أنا واقف متحمس للقتال، وأنا أشوف الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، نظر لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بايع يا سلمة. يقول: فقلت: بايعتك يا رسول الله، بايعتك في أول الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا، يعني مرة ثانية بايع، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت للمرة الثانية، ووقفت متحمس لفتح مكة، وأنا أناظر الصحابة وهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، والصحابة يبايعون. مر بي عمي، مر من عندي عمي، وكان عمي لا يملك درع، وبيدي درع، وأنا سلمة ابن الأكوع من شجعان الصحابة. بس بعد فترة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمة وقال: بايع يا سلمة. يقول: فقلت: بايعتك يا رسول الله، بايعتك في أول الناس وأوسطهم، يعني مرتين يا رسول الله بايعتك. فقال النبي صلى الله
الله عليه وسلم وأيضا، يعني للمرة الثالثة أبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة، فمن شجاعة سلمة ابن الأكوع وقوته من بين الصحابة كلهم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن سلمة ابن الأكوع كان زي البطل بين الصحابة، وعشان يشجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال، إن شوفوا سلمة بايع 3 مرات، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. يقول سلمة بعد البيعة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شاف أن درعه مو معه، يقول فآثرت على نفسي وأعطيت درعي لعمي. يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيتها عمي، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كالذي قال الأول: اللهم ابلغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، إنك يا سلمة جلست من دون درع وعرضت نفسك للموت حتى حبا في عمك. خلاص الصحابة تسلحوا ونووا على القتال، وكان في نيتهم أنهم يفتحوا مكة. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وكان في قلوبهم إيمان بأن مكة لهم، وإن في هذه السنة راح يفتحون مكة. داخلين مكة، يعني داخلين مكة، كانت آمالهم فوق من قوة ثقتهم بأنهم راح يفتحون مكة. افتدوا بأرواحهم لله سبحانه وتعالى في سبيل الله، اصطفوا الصحابة وتجهزوا، خلاص جاهزين للقتال. دامهم قتلوا عثمان بن عفان راح نقاتله وراح نفتح مكة. بس بعد فترة بسيطة إلا برجل يجي من بعيد راكب على خيل، جاي بخبر، خبر صادم للصحابة كله. وصل لهم هذا الرجل وقال عثمان بن عفان لم يقتل، بل هو محبوس عند قريش، حبسوه عنده، وعثمان بن عفان لا يزال حي. فاطمأنوا الصحابة، اطمأنوا بهذا الخبر الجميل، عثمان بن عفان لا زال حي، لكن راح نفتح مكة، يعني راح نفتح مكة، ما في شيء موقفنا عن فتح مكة بإذن الله سبحانه وتعالى. والصحابة مستبشرين وجاهزين للقتال، مستعدين لهذه الجيوش اللي بتظهر، يعني كانوا واقفين متجهزين للسيوف، خلاص كل واحد مسخن جاهز للقتال. سهيل بن عمرو، إلا برجل من قريش قادم من بعيد الوحدة، من بعيد جاي بخيل. الصحابة كانوا منتظرين جيوش، هذا الرجل لوحده جاي، كان سهيل بن عمرو قادم من بعيد على خيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أراد القوم صلح حين بعثوا هذا الرجل. وصل سهيل وقال: إن قريش تطلب الصلح. قريش تطلب الصلح؟ حين قد جهزنا، صحابة جاهزين للقتال، والحين تطلبون الصلح؟ فبعض الصحابة استبشر والثانين شكوا في هذا الصلح. فقال سهيل بن عمرو: ارجع عنا عامنا هذا، فوالله لا تحد حدث العرب أنه دخل علينا عنوة أبدا. قريش ما تبغاك تدخل أبدا في هذه السنة، لأنك يا محمد لو دخلت علينا هذه السنة كأنك غصبتنا وجريتنا زي الكلاب لك، ودخلت علينا عنوة، بيعيرونا بدخولك علينا، خاصة بعد حربك لنا سنين. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع سهيل ويتفق معاه على الصلح، وكان الصلح لمدة 10 سنين، وإن المسلمين يرجعون ولا يعتمرون، لا يعتمرون هذه السنة، سنة كاملة ما يعتمرون فيها، يرجعون للمدينة من دون عمرة إلين السنة الجاية بكيفكم، أما السنة هذه ما أنتوا داخلين مكة. هنا الصحابة تقطعت قلوبهم، كانت الثقة عندهم في مرحلة عالية جدا، كانوا خلاص واثقين بأن راح يفتحون مكة، خلى العمرة على جنب بنفتح مكة، مسألة إن الحين ما نعتمر برضو هذه ما هي في عقولنا. شفتي إذا جيت متحمس لشيء ومتأكد أنه بيصير، ومن بعدها هذا الشيء مو بس يتكنسل، يقلب هذا الشيء ضدك. خلاص الصحابة مو مصدقين اللي صار، وبدأ الزعل يوصل فيهم مراحل شديدة جدا، بس ما يقدرون يسوون شيء إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجلسوا كابتين زعلوا، وكان منهم عمر بن الخطاب، وعداوته مع قريش وصلت مراحل، ومسألة أنهم يجون ويدخلون هذا الصلح في وجيه المسلمين كانت كبيرة عند عمر، كان بينفجر من الزعل. ما كان هنا نهاية الصلح، ما كان هنا نهاية هضم حقوق المسلمين. فقال سهيل: على أنه من آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، وإذا هاجر من دون علمنا ووصل عندكم تردونه لنا، ومن جاء من قريش ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترده قريش عليه. أي واحد يرتد من المسلمين عن دينه ويرجع لمكة ما لكم فيه أبدا دخل، يرجع لنا سليم ولا تلمسونه أبدا. قد شفت حركة الموية وهي تغلي؟ لو تفتح عروق الصحابة في هذيك الوقت تشوف دماهم تغلي من الزعل. خلاص وصلت معه،
ود الواحد يبكي سنة من قوة القهر والغيث، بس ما يقدرون يسوون شيء إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي من الله. الصلح ما كان فيها عدل أبدا، بس النبي صلى الله عليه وسلم وافق، وفعلة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. بس عمر بن الخطاب ظهر على وجهه عدم الرضا أبدا، وشاف أبو بكر في وجه عمر بن الخطاب عدم الرضا. حصل بينهم نقاش. بس أبو بكر قال لعمر: يا عمر، إلزم غرزه، خلك مع رسول الله مهما كان، فإني أشهد أنه رسول الله. يقولها أبو بكر وملامحه تحكي وتقول: من لحمه لحمي ومن دمه دمي، وعلى محبته أموت وأحشر. أبو بكر قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره لا يفارق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: وأنا أشهد بأنه رسول الله، ولكني ما أقدر أخبي في قلب، ما أقدر أسكت. فأبى عمر بن الخطاب إلا أن يعلن ما في نفسه. انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل يكتبون الكتاب، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: أولسنا بالمسلمين؟ أولسنا على الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين يا رسول الله؟ أوليسوا على الباطل؟ يقولها وقلبه محروق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، فعلى ما نقبل الدنيا في ديننا؟ فعلى ما نعطى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ يقولها ووده يبكي دم من قوة الغبنة ومن قوة الحرقة اللي في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيع. فكان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي. فتنحى عمر بن الخطاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إنه يجيب الكتاب. فجاء علي بن أبي طالب بالكتاب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى اللي ما يعرفونها المشرك. فقال سهيل المشرك: لا أعرف هذا، ما أعرف لا الرحمن ولا الرحيم، هذه ما نعرفها من أسماء الله، ولكن اكتب كما نعرف: باسمك اللهم، هذا اللي نعرفه حنا يا قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب باسمك اللهم. فمحى علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. وعلي يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب كل حرف يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. بس سهيل وقفه وقال: أي رسول الله؟ رسول الله، لو أني أؤمن بأنك رسول الله ما قاتلتك، ولكن اكتب اسمك واسم أبوك، حنا ما نؤمن بأنك رسول. الصحابة مو ناقصين الضغط ذا كله، ضغط نفسي قوي جدا، وهذا يستفزهم بهذا الكلام. وعلي رضي الله عنه بينفجر خلاص بسم الله الرحمن الرحيم ومسحته، أما رسول الله والله ما مسح، والله ما مسحته ولن أمسحها أبدا. سهيل بن عمرو استفز علي بن أبي طالب استفزاز قوي جدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي إنه يمسح كلمة رسول الله ويكتب بدلها محمد بن عبد الله. بس علي بن أبي طالب رفض يمسحها: لو تروح رقبتي والله ما مسحتها، والله لو أقتل دفاعا عنك. من شدة محبته بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به رفض أنه يمسح رسول الله. شوف الصحابة زمان كيف محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حالنا الحين، الله المستعان. فرد علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أمحاك أبدا، والله لا أمحاك يا رسول الله أبدا، النبي أمي لا يعرف يقرأ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلمه وين الكلمة، فعلم علي بن أبي طالب وين الكلمة، مسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه، وأمره يكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض. عقد الصلح طويل شويتين، خلاص العقد كتب، وختم النبي صلى الله عليه وسلم بختم على ورقة الصلح، وقطع هذا الهدوء صراخ ولد سهيل بن عمرو، سهيل المشرك اللي بيده الصلح. يا معشر المسلمين، كان اسمه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، كان يقول: آمنت بالله وأنا مسلم. بس قد فات الأوان وكتبوا العقد، وختم النبي صلى الله عليه وسلم على العقد. الموقف كان مؤثر جدا للصحابة، أبو جندل أسلم، فوقف النبي والصحابة ما يدرون إيش يسوون، بس طالع سهيل لولده وضربه على وجهه، صفعه على وجهه صفعة، وأخذه من جلابيبه وسحبه وجره أمام المسلمين، يجر أمامه. وهو يصرخ في المسلمين: يا معشر المسلمين،
آمنت بالله يا معشر المسلمين. صحابة مو ناقصين، مرة مو ناقصين، الموقف هذا مو ناقصينه أبدا، تحامل في قلوبهم أكثر من شيء، لكن الموقف هذا ما يبغون يشوفونه أبدا. فالتفت سهيل المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، قد انتهت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، قد وقعنا على الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. فكان أبو جندل يصيح: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني. عمر بن الخطاب خلاص وصلت معاه، طبخ، انطبخ من جوا محروق جدا، وكلام أبو جندل ضرب في مكان حار في قلبه، فاستنجاده وصوته وهو يصيح يرن في إذن عمر. بس النبي صلى الله عليه وسلم قام يكلم أبو جندل وهو يجر، يقول: يا أبا جندل، يا أبا جندل، احتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إن قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا، وأعطيناهم على ذلك عهدا، وأعطونا عهدا ولا نغدر به. خلاص عمر بن الخطاب بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصراخ أبو جندل انفجر عمر بن الخطاب وقام من مكانه وتوجه بسرعة إلى أبو جندل، فكان يمشي جنب أبو جندل وهو يجر، يقرب منه ويقرب سيفه لأبو جندل، عسى أبو جندل يأخذ سيف عمر بن الخطاب ويقول: يا أبا جندل، فإنهم من المشركين، وإنما دم أحدهم دم كلب. يعني خذ السيف يا أبو جندل، خذ السيف، لا عليك فيهم، مهما كان هو أبوك أو قريبك فإنه دمه دم كلب. كان عمر بن الخطاب يكرر كلامه ويقرب سيفه من أبو جندل عسى إنه يأخذ سيفه، بس ما قدر أبو جندل لأنه سهيل بن عمرو كان أبوه. نفسية الصحابة بعد الموقف هذا والصراخ اللي حصل والموقف الصعب اللي شافوه وصلت إلى مرحلة جدا صعبة، ود الواحد إنه يختفي من على وجه الأرض. يقولون الصحابة في هذاك الموقف: كدنا نهلك من قوة الحزن والزعل والغيظ، كلها تجمعت علينا كذا، ودنا نختفي، ودنا نخرج من الأرض. من فتح مكة لهذا الموقف وبعد الصلح هذا زاد المشركين عناد، ودخلوا المشركين الحديبية وصاروا يجلسون مع الصحابة من قوة المحاقرة اللي فيهم. يا رجل أنا طبخت وأنا أقرأ القصة. فبدأوا يدخلون ويجلسون جنب الصحابة، وكان الواحد يقعد يسب ويتكلم فيهم ولا يقدرون الصحابة يسوون شيء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة يأمرهم ويقول لهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا، يأمرهم بأنهم يحلقون وينحرون الهدي بسبب أنهم ما قدروا يعتمرون، ما كملوا عمره. بس ما حد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هم مصدقين أبدا. الموقف كان صادم إلى درجة أن الصحابة مو مصدقين. شفت إذا وصلت لمرحلة أن لا 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 حنا بنعتمر، لا لا اصبر اصبر شويتين، خلاص وصلوا مرحلة قوية. ما حد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كرر أمر هذا 3 مرات، ما حد استجاب. كانت أحلامهم بأنهم يفتحون مكة، وانتهى كل الأمر في لحظات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة وكانت معه، وقال لها إيش اللي صار كله وكيف أن الصحابة في هذه الحالة مو مصدقين إيش اللي قاعد يصير. فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، لا تكلم أحدا منهم أبدا، حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلق، أتحب ذلك؟ يعني تحطهم في الأمر الواقع. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الشيء، يعني ما في عمر. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بشور أم سلمة زوجته، وعشان يقطع شك الصحابة بأن الأمر قضي، فأمر بهديه، وكان منهم جمل أبو جهل من غزوة بدر، أخذه وذبحه أمام قريش، وكانوا يعرفون جمل أبو جهل كان معروف، ذبحها أمام المشركين، فزاد غيظ المشركين بعد ما شافوا جمل أبو جهل يذبح كقربان لله. فكانت هذه الحركة كافية بأنها تسكت وتذكرهم بهزائمهم وماضيهم. وبعد ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رضي الصحابة بالأمر الواقع، وقام كل واحد ينحر الهدي وحلقوا بعضهم، ود الواحد وهو يحلقه يقش الراس اللي قدامه من قوة الغيظ والغضب اللي فيهم. يقولون الصحابة: كنا نحلق بعضنا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغيظ، يحلق الثاني والدماء تصب على وجهه، خلاص مو يحلق، يقص نص الجلد. مع هذا كله والحديبية امتلت مشركين، يعني انت شايف قد ايش الغيظ اللي وصل فيهم. كان في مجموعة من المشركين كانوا 4، ما كانوا مزبوطين هذول 4، كانوا في الحديبية وكانت نظراتهم شرانية،
كانوا ناويين على شر. وهم يمشون في الحديبية شافوا واحد من المسلمين اسمه ابن زنيع، شافوه لوحده وهم أربعة. نظراتهم له كانت غريبة. يقول سلمة ابن الأكوع يوم شفت الحال كذا وكيف إن المشركين اختلطوا بالمسلمين، ورحت لوحدي وكنست تحت شجرة من أشجار الحديبية عشان أجلس تحتها، وقلبي بينفجر من الزعل. إلا بهذول الأربعة من المشركين جايين من بعيد وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم بألسنته. يقول سلمة ابن الأكوع من شدة كلامهم ونجاسة منطوقهم ما قدرت أجلس تحت الشجرة، وأعرف إن ما بيدي شيء أسويه، فقمت من تحت الشجرة اللي أنا كنستها ورحت ودورت لي شجرة ثانية، وما كان في إلا شجرة قريبة من عنده. يقول سلمة ابن الأكوع قاموا هذول الأربعة وجلسوا بكل وقاحة تحت الشجرة اللي كنستها، وعلقوا أسلحتهم على هذه الشجرة، وكانوا هذول الأربعة يتكلمون عن قتلهم لشخص. يقول أنا بنفجر خلاص، أنا خلاص أصلاً اللي حصل كافي علي. بس فجأة إلا بخبر مقتل ابن زني. يقول سلمة ابن الأكوع أول ما سمعت هذا الخبر عرفت إنهم هذول الأربعة. كان سلمة ابن الأكوع سريع جداً يسبق الخيل. يقول فنقست عليهم بسيفي بسرعة لدرجة ما أمدى الواحد يقوم من مكانه أو يرفع رأسه. كانت يد سلمة ابن الأكوع كبيرة جداً. يقول فانتزعت أسلحتهم من على الشجرة كلها، انتزعتها بيد واحدة فقط وأنظر له. هذه كلها في لحظات. فقال سلمة ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت عنقه. بعد صلح الحديبية اللي بين المسلمين والمشركين دخلوا المشركين على المسلمين في الحديبية لأنهم خلاص صار بينهم صلح لمدة 10 سنين، فوقف القتال وبدأ السفهاء من المشركين يتكلمون في المسلمين على راحت ويسبون فيهم وينالون منهم بألسنتهم الكثير، خلاص متطمنين من أن ما في أحد راح يسوي لهم شيء. وصلت فيهم السفاهة إلى درجة أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلمة ابن الأكوع بعد ما دخلوا المشركين إلى الحديبية كان في أربعة من المشركين باين في وجيههم الخبث، ما كانوا مزبوطين وناوين على بلا، ناوين يسوون شيء خبيث. يقول سلمة ابن الأكوع أول ما وصلني خبر مقتل ابن زنيم عرفت أن منهم هذول الأربعة الخبال، عرفت أن لهم دخل في السالفة. وسلمة ابن الأكوع زي ما قلنا قبل كذا كان سريع جدا، كان يسبق الخيل يعني. يقول فانطلقت في لحظات بسيطة، انتزعت أسلحتهم اللي كانت معلقة على الشجرة، ناظر فيهم وقال والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا قطعت عنقه. إذا أنت رجال فعليا ارفع رأسك. جلس ومنزلين رؤوسهم زي الكلاب، رمالهم سلمة ابن الأكوع بعض الحبال وقال لهم ربطوا أنفسكم بأنفسكم وقدامي على النبي صلى الله عليه وسلم، يلا قدامي الحين بسرعة. بس هذول الأربعة ما كانوا لوحدهم، فبعد انتشار خبر مقتل ابن زنيم ظنوا المشركين بأن عقد الصلح نقض، خلاص تكنسل كل شيء. فقاموا المشركين والمسلمين يتصايحون مع بعض، صار في مشادة قوية بين الصحابة والمشركين، الصحابة يصيحون ويقولون نقض الصلح والمشركين مستعدين بسيوفه. بس في رجل واحد اللي هو عم سلمة ابن الأكوع كان اسمه عامر، وكان عامر رضي الله عنه حتى هو كان سريع جدا، انطلق وكتف 90 رجل لوحده، كل ما يمر على مجموعة يكتفهم بالحبال، وكانوا كلهم من المشركين، فكتف 90 رجل من المشركين وساقهم للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. جاك فضول تعرف من هو عامر هذا؟ عامر رضي الله عنه حتى هو له قصة غريبة جدا، فكان سبب إسلام عامر رضي الله عنه ذئب. إيه نعم سمعتني، ذيب موجود في الصحراء، وأخبره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سبب إسلام عامر عم سلمة ابن الأكوع. العائلة كذا كلها على بعضها غريبة جدا. خلونا نرجع للمهمة الحين. أول ما وصلوا 90 مشرك للنبي صلى الله عليه وسلم في موقف صادم، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم، أمرهم بأنهم يتركون وأن الصلح لا ينقض، لا ينقض الصلح بفعلتهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء، يعني يكون لهؤلاء الفئة أول الغدر وآخر، يعني بيغدرون مرتين مو مرة واحدة، يعني باقي بيغدرون مرة ثانية. بس اصبروا وقصة غدرهم راح نذكرها إن شاء الله. عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلح يبقى زي ما هو. بعد 3 أيام والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قرروا إنهم يتجهزون ويرجعون
إلى المدينة. رجعوا إلى المدينة مرة ثانية، بس والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة راجعين إلى المدينة، سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يجري في عقولهم وقلوبهم مو راضية عن الحدث اللي حصل. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، حنا فكرنا يا رسول الله إن بندخل مكة، بل فكرنا يا رسول الله إن راح نفتح مكة، أماننا يا رسول الله كانت فوق والحين تحطمت، فكرنا إن بندخل مكة آمنين من دون أي حرب. يا رسول الله حنا من جوا متقطعين من اللي حصل، فنبغى جواب للي حصل يا رسول الله، ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. أفقلت لكم من عامي هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما قلت لنا زي كده، ما حددت أي عام بيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو كما قال لي جبريل عليه السلام. كل اللي حصل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنه، وقال له جبريل عليه السلام عن كل الأحداث اللي حصلت. يعني عليكم بالصبر وبتشوفون نصر الله قريب. على حزن الصحابة اللي مروا فيه بعد صلح الحديبية، الله سبحانه وتعالى واسى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذه الآيات: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فكان الله سبحانه وتعالى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في غزوة عظيمة كبيرة راح تصير، راح يغنمون فيها المسلمين من غنائم كثيرة، وهذا الشيء حسن من نفسيات الصحابة بشكل كبير، وعرفوا أن كل اللي حصل هو خيرة لهم. لين هنا وصلنا لنهاية صلح الحديبية، نشوفكم إن شاء الله في غزوة خيبر اللي راح تكون بعد يومين بإذن الله العلي العظيم. خلوكم قريبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.